طيب انا معايا على التليفون الكاتب الصحفي الاستاذ احمد سلطان البحث المتخصص في شؤون الجامعات الارهابيه. استاذ احمد صباح الخير على حضرتك. صباح النور، ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك يا فندم. يعني خلينا بس في تعقيب بسيط من حضرتك، هو حاله الافلاس اللي حصلت لهذه الجماعه الارهابيه، فهو اصبح الان المنفذ الوحيد امامه عشان يقبض ثمن الخيانه او تستمر هذه الانظمه المعاديه لمصر في دفع الاموال ليه وانها تصرف عليه، في انه هو بقى يتجه لنوع اخر، هو استغلال بقى القنوات المشبوهه، الكتاب الالكترونيه وما الى ذلك في الهجوم على الدوله المصريه. اعتقد ان ده ناشئ عن حاله الموت السريري اللي دخلت فيها جماعه الاخوان منذ 2013. الجماعه تعرضت لضربات امنيه قويه نجحت فيها اجهزه الامن المصريه في تفكيك البناء التنظيمي والهيكل القيادي الموجود ليها داخل مصر، وبالتالي لم يعد امامها سوى اتباع ما تسميه استراتيجيه جماعه الضغط القائمه على نموذج خرطوم الاباطيل. هو نموذج يعتمد على الدعايه السوداء، يشمل القنوات ووسائل التواصل الاجتماعي او الدباب الالكتروني، ويشمل ايضا المواقع الصحفيه التي تمولها الجماعه او حلفائها. حلفاء الجماعه ادركوا خلال السنوات الماضيه ان الجماعه فاشله في ترك اي اثر استراتيجي على مستوى الصراع السياسي داخل مصر، وان الدوله المصريه نجحت في فرض ارادتها داخليا وخارجيا، والدبلوماسيه المصريه العتيقه استطاعت حصار جماعه الاخوان في الخارج، وبالتالي لم يعد امامها سوى الدعايه المضلله والتي تعتمد على ان تكون سريعه ومتواصله ومتكرره بهدف تشويه كل منجزات الدولة المصرية خلال الفترة الماضية. وتفضلي مع حضرتك فندم. يعني الدعاية الإخوانية تعتمد على مبدأ يتنافى مع العقلانية، هي تركز على إثارة وتجيش العواطف وإعادة هذه الرسائل بثها مرة واثنين وثلاثة، وعن طريق استخدام الصور واستخدام الفيديوهات الملفقة واستخدام الأخبار المفبركة وما إلى ذلك. هي تعتمد على التكرار، وهذا أساس أسلوب يعني الحرب القذرة الذي يهدف للتشويش والتشويه على منجزات الدولة المصرية وإرباك صانع القرار المصري وشغله بصراعات وهمية مع مجموعة من المرتزقة في الخارج. نعم. الجماعة لا يهمها مصر ولا يهمها يعني لا يهمها الشعب المصري، هي هدفها الضغط على مصر حتى تثبت لمموليها وداعميها أنها لا تزال موجودة رغم الضربات التي تعرضت لها في الفترة الماضية. إذن يعني يعني كلها محاولات، يعني كلها تبوء بالفشل من قبل هذه الجماعة، يعني حتى تستمر في يعني أو تستمر هذه الجهات الأخرى الأنظمة المعادية لمصر في تمويلها، يعني الغرض في الآخر هو الفلوس المال. بالطبع يا فندم، الجماعة منذ التسعينات وهي كانت تتلقى تمويلات عن طريق مثلا النظام القطري ولها دعم يعني من أنظمة أخرى في المنطقة. النظام القطري في 2015 بدأ يتجه لدعم الجبهة الأكثر عنفا داخل الجماعة المعروفة بجبهة المكتب الأعلى، والتي تنبثق عنها يعني الكتائب الإخوانية المسلحة والحراك الإخواني المسلح. كل تأكيد. وعندما فشلت هذه الكتائب في يعني في زعزعة الاستقرار والأمن داخل الدولة المصرية، لم يعد أمام الجماعة سوى اتباع استراتيجية التضليل والأكاذيب المعتمدة على الشائعات. لأن ببساطة ذلك الضمانة الوحيدة لاستمرار تدفق عمليات التمويلات المالية التي تقدر بملايين الدولارات، والتي بالمناسبة يستخدمها قادة الإخوان في تحقيق مصالحهم الذاتية. يعني أنا بشكر حضرتك جدا، كل الشكر للكاتب الصحفي الأستاذ أحمد سلطان البحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية.